إلى البقاء، وأمامه النهاردة مهمة في هذا اللقاء، ولكن إذا خسر لابد أن يخسر أيضا كل من إيبار وألمينيا. انطلاقة من ماتيو وعرضية وأول هدف في اللقاء، ولكن يشيلها فابريتسيو، الكرة تصل إلى رافينيا، الكرة العرضية ميسي. شوف أمامنا انطلاقة من جانب اللاعب ماتيو، وادي أمامنا هو التحرك الرائع جدا من جانب اللاعب بيدرو، لكن تعود الكرة إلى النجم رافينيا. يا ولد يا لعيب، لمة حلوة قوي رافينيا وشالها وبراسه يا ولد. ان ايه بتاع تشافي هتلاقوه برشلونه، الدي ان ايه بتاعه بتاع تشافي. وادي امامنا هنا انطلاقه نيمار، يبحث عن ميسي، هو ميسي، المره دي فيها اللي بنشوفها اهو. بص يا ولد يا بيدرو، عاملها حلوه قوي قوي قوي، مفيش تسلل هنا، سيدني مغطي. وادي انطلاقه، شوف هنا نيمار والمساحه بقى بين جاتينيوس، اللاعب المدافع اللي اصبح موجود، الدفاع اللي اصبح يعني سمه وقوه الحركه في الاداء. وادي امامنا هنا عن طريق اللاعب بارخيس، وتسديده وجول، ليبقي فريق ديبورتيفو لا كورونيا. هنشوف بقى الوقت المتبقي، نشوف الاداء. وادي لوكاس يا ولد كما نعلم يعني كده بيحاول. وادي امامنا كره قويه جدا من اللاعب هاريس على مرتين، ترتد وجول، كورونيا تعادل مع فيا ريال وبالباو في اخر اللقاءات وفاز على ليفنتي بقى. وامامنا اهو سالوباو، ادي الكره بتاعت هاريس ترتد من الدفاع وترجع مره ثانيه ويطول الى البقاء. وامامه النهارده مهمه في هذا اللقاء، ولكن اذا خسر لابد ان يخسر ايضا كل من ايبار والمينيا. انطلاقه من ماتيو وعرضيه واول هدف في اللقاء، ولكن يشيلها فابريتسيو، الكره تصل الى رافينيا، الكره العرضيه ميسي. شوف امامنا انطلاقه من جانب اللاعب ماتيو، وادي امامنا اهو التحرك الرائع جدا من جانب اللاعب بيدرو، لكن تعود الكره الى النجم رافينيا. يا ولد يا لعيب، لمه حلوه قوي رافينيا وشالها وبراسه يا ولد. ان ايه بتاع تشافي هتلاقوه برشلونه، الدي ان ايه بتاعه بتاع تشافي. وادي امامنا هنا انطلاقه نيمار، يبحث عن ميسي، هو ميسي، المره دي فيها اللي بنشوفها اهو. بص يا ولد يا بيدرو، عاملها حلوه قوي قوي قوي، مفيش تسلل هنا، سيدني مغطي. وادي انطلاقه، شوف هنا نيمار والمساحه بقى بين جاتينيوس، اللاعب المدافع اللي اصبح موجود، الدفاع اللي اصبح يعني سمه وقوه الحركه في الاداء. وادي امامنا هنا عن طريق اللاعب بارخيس، وتسديده وجول، ليبقي فريق ديبورتيفو لا كورونيا. هنشوف بقى الوقت المتبقي، نشوف الاداء. وادي لوكاس يا ولد كما نعلم يعني كده بيحاول. وادي امامنا كره قويه جدا من اللاعب هاريس على مرتين، ترتد وجول، كورونيا تعادل مع فيا ريال وبالباو في اخر اللقاءات وفاز على ليفنتي بقى. وامامنا اهو سالوباو، ادي الكره بتاعت هاريس ترتد من الدفاع وترجع مره ثانيه ويلطش